فيلم زي فيلم فجر الإسلام بيناقش فترة، أو زي ما بنقول صدر الإسلام، دي فترة واقعية في حياتنا موجودة، وإن اختلف التأريخ فيها في حاجات بسيطة، تواريخ في سنة أو يوم، دي ما بتبعدش عن إنها فترة موجودة وحقيقية وحاصلة. فالواقعية هي أنسب أسلوب لتقديم هذا الفيلم. هنا بقى يبان قدرة صلاح أبو سيف لما يتنقل من الواقعية المفرطة في الحارة، أيوة، إلى الرومانسية المفرطة في الرومانسية في 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 أفلام إحسان عبد القدوس، إلى هذا اللون من الفيلم. ده قدرته، إن هو كان يقدر يتشكل مع ده. وفي في 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 الثلاث حالات هو مخرج ناجح.